وناوي تعمل ايه يا احمد؟ هشتغل في اي حته. ده الحل الوحيد، على شرط انك تقدر تصمد. اصمد؟ اصمد ليه؟ للسلاح الجبار اللي هيستعمله والدك ضدك، الفلوس. انا مش محتاج لفلوسه. لو قدرت تستغنى عن فلوس وهتلاقي نفسك وهتعمل اللي انت عايزه. هي معركة؟ معركة تقدر تنتصر فيها لو قدرت تتحرر من جبروت والدك. ياه، ده احنا الكلام خدنا يا احمد، وانا عندي ميعاد مهم في نقابة المهندسين. متشكر قوي يا استاذي، واسف لو كنت عطلتك. العفو يا احمد، انت صديقي وتلميذي ومصلحتك تهمني، واي مشكلة تقابلك ارجوك تتصل بيا. الف شكر، مع السلامة يا فندم. شكرا. كنت خايف لا تكوني مش فكراني. انت بتاع الطيارة؟ ده تمام، واسمي احمد، مهندس احمد فؤاد. تشرفنا. لكن انت تصوري لحد دلوقتي ما اعرفش اسمك. وفيها ايه؟ هو انت لازم تعرف اسامي الناس كلها؟ لا طبعا، لكن انت تعرف عني حاجات كتير الا اسمي. ده صحيح، وياما قلت لنفسي ليه ما سالتكيش عن اسمك او عنوانك. ياه، يعني فكرت فيا كتير. ليه؟ معرفش، لكن فكرت فيك كتير. انت مستني حد هنا؟ لا، انا كنت ماشي خلاص. وانت مستنيه حد هنا؟ ايوه. مين؟ واحد مهم؟ لا، يعني مش مهم؟ لو قلت لك نقوم نمشي من هنا سوا توافقي؟ ما تقول كده من بدري، يلا نمشي قبل ما يجي وتبقى مشكله. تسمحي؟ احمد. نعم. انا اسمي ليلى. اسمك حلو زيك تمام.